الذي يلعب على استاد السيب الرياضي ويجمع نادي عمان صاحب المركز 12 ونادي عمان صاحب المركز الثاني عشر بنادي صحار صاحب المركز الخامس. وموضوع المراية العجمي اللي وصل كرته لم تصل لزملائها راجعة مرة أخرى ملعوبة. نادي عمان يلعب هذا المساء مكتمل الصفوف ومكتمل كرة إيتوا من راس من ناصر شملي واصلة عند دياغو فرناندو اللي دخل كبديل لمامادو سمبارا بعد ترك. أما عن نادي صحار فيلعب في حراسة المرمى بداود الكحالي فهد آل عبد السلام سالم السعيد المقبالي إيتوا برانجر حسن العجمي نص الملعب أدريس تراوري كرة لدماتا دماتا استلم وصل الكرة لفرناندو دياغو تقدم سدد الكرة ولكن سهلة عند داود. 24 هدف في بطولة الدوري ونادي عمان الكرة على الطرف الأيسر في هذه اللحظات بتقطع من بافل واصل لبسام الشين دياغو فرناندو استلم. يبدو لي أن جمعة مبارك يلعب في منطقة منتصف الملعب إذا ماذا سيحصل؟ حكم المباراة يطالب اللاعب بسام الشين بالهدوء والتركيز في المباراة. تتحدث عن موضوع اللعب بمهاجمين يعني كان بإمكان مدرب نادي الخذوهات هذه واحدة من الكرات التي تفقد. يعقوب عبد الكريم بشكل ممتاز ينقل الكرة لفيصل البريكي فيصل عرضية حاضرة